أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات. وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة كركوك على نايل سات 2022، وهي فضائية عراقية تبث محتواها باللغة الكردية، وتقدم على شاشتها مجموعة متميزة من البرامج السياسية والإخبارية التي تتعلق بالقضايا الهامة في دولة العراق. وهي فضائية كردية تبث من داخل دولة العراق، وهي من أهم وأشهر القنوات العراقية على الأقمار الصناعية، وتبث القناة أهم وأحدث البرامج التلفزيونية الهامة التي يهتم بها المشاهد الكردي، وتسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات التلفزيونية الفريدة لتلبية احتياجات الجماهير في العراق وخارجها. إذن تردد قناة كركوك 2022 يوجد تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات، ولا يوجد تردد آخر على الأقمار الصناعية الأخرى. إذن تردد قناة كركوك 2022 على القمر الصناعي نايل سات. القمر الصناعي نايل سات، التردد 11637، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة ST. إذن القمر الصناعي نايل سات، التردد 11637، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة ST. إذن تردد قناة كركوك 2022 على القمر الصناعي نايل سات. القمر الصناعي نايل سات، التردد 11637، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SE. اسم القناة على قائمة القنوات كركوك TV. إذن بذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة كركوك على النايل سات الجديد 2022 على النايل سات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.